أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إصدارات الكتب. من أجمل ما ذكره العقاد عن القراءة: لست أهوى القراءة لأكتب ولا أهوى القراءة لأزداد عمرا في تقدير الحساب، وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة وحياة واحدة لا تكفيني، والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق. مشاهدينا الأعزاء، إصدارات الكتب ليس فقط للإصدارات الحديثة ولكن أيضا لأبرز الإصدارات القديمة، أقدمها لكم بموجز، أقدمها لكم ببساطة، أقدمها لكم بخلاصة. سأعود إليكم بعد الفاصل، فانتظروني. أعزائي المشاهدين، مع أولى إصدارتنا لهذا اليوم والرواية الأندلسية جارة الوادي من إعداد الكاتب المصري محمود ماهر، وهو باحث متخصص في التاريخ الأندلسي. وتتناول رواية جارة الوادي تاريخ سقوط الحضارة الإسلامية في الأندلس، وذلك بمنتصف القرن الثاني عشر الميلادي، وتتعمق خاصة بسقوط أهم المدن والمنارات الإسلامية في ذلك الوقت، وهي بلنسية وغرناطة وإشبيلية، حيث يتطرق الكاتب لطريقة سقوط كل منها على حدة، موضحا الأسباب التي أدت لسقوط تلك المدن بعد أن كانت بكامل حضارتها وقوتها. تقوم الرواية على محورين: المحور الأول يمثل دولة أرجوان والتي تحاول الاستيلاء على مدينة بلنسية الإسلامية، حيث الثأر القديم والانتقام، ويمثل المحور الثاني دولة قشتالة والتي تحاول الاستيلاء على غرناطة ثم إشبيلية، حيث الأطماع والثأر القديم أيضا، إلى أن تنتهي الرواية باتحاد أرجوان وقشتالة وهزيمة المدن والمقاطعات الإسلامية كاملة وسقوط الأندلس بصفة عامة وإنهاء الحضارة الإسلامية بتلك البقعة. محور الأحداث بديع، يدل على قدرة الكاتب على انتقال بين جميع الأحداث بسهولة تامة ويسر، فعلى الرغم من تعدد أسماء المدن وتغيرها، إلا أن براعة الكاتب في الإمساك بمحور الأحداث تأخذ بخيالك داخل الأحداث بين الشعور بالفرح وانبعاث الأمل حينا والشعور بالخيبة والحزن حينا آخر. أعزائي المشاهدين، السعادة هي شعور عام يشعر ويشترك الناس به، فالناس تختلف في طباعها واتجاهاتها، حيث قد يرى البعض السعادة بالمال والبعض الآخر قد يرى السعادة بالإنجاز والنجاح. وبشكل عام فإن السعادة هي شعور نسبي يختلف باختلاف قدرات الفرد وإمكاناته ودوافعه. أما الكاتب سعيد النوبان فقد قدم لنا السعادة من منظوره في كتابه للسعادة فكرة. 60 فكرة سعادة لعشرين يوما، في كل يوم 3 نصوص تحفيزية تأخذنا في رحلة إلى عالم الإنجاز لتحقيق كل المخططات المؤجلة بسبب مخاوفنا نحو الخوض في تحقيقها، أو لعدم امتلاكنا للخبرة الكافية وانعدام ثقتنا بأنفسنا أحياناً. من هنا يبدأ التغيير. إذا كنت لا تمتلك خبرة كافية في الحياة فأنت في المكان الصحيح، فهذا الكتاب سيساعدك في اكتساب بعض الثقة في النفس والتي ستساعدك في المضي قدما في الحياة. ومن بديع ما جاء في الكتاب أن الحياة أشبه بالفصول، مهما كانت الأشياء ربيعية فلابد من أن يأتي الخريف وتتساقط وترحل، ومن ثم تزهر مجددا، فلا تقف عند فصل واحد. ضع لنفسك الأولوية في كل شيء، لأن كلمة لو بعد فوات الأوان لن تعيد الزمن للخلف. أعزائي المشاهدين، الشاكرات هي مراكز الطاقة داخل الجسم، وهي مراكز التنظيم التي تتلقى وتستوعب وتنقل طاقة قوة الحياة. تعتمد حالتنا البدنية والعقلية والعاطفية على حالة كل مركز من مراكز الطاقة. وتقدم لنا في هذا الكتاب الخبيرة العالمية بالشاكرات والمؤلفة الأكثر مبيعاً أندويا جوديث نظام الشاكرات ككل، وتعلمنا كيفية العمل لشفاء أهم جوانب حياتنا. إنها توفر معلومات شاملة وواضحة لتمكينك من تولي أمر رفاهك عن طريق إصلاح أي اختلالات في جسمك النشط،
كتاب الشاكرات يقدم أدوات عملية لاستعمال نظام الطاقة المدهشة لتحقيق التوازن والشفاء واستعادة زمام الأمور في حياتك وتحقيق الرفاهية. نشر الكتاب عام 2018 ويتكون من 205 صفحات. أعزائي المشاهدين، ومع آخر إصداراتنا لهذا اليوم وكتاب علاقات خطرة الذي يعد من الكتب الحديثة في علم النفس، أنتجه الدكتور محمد طه وهو أستاذ بالطب النفسي وأحد أعضاء الجمعية الأمريكية للعلاج النفسي. يحتوي الكتاب على العديد من التجارب وأنواع العلاقات التي تمر بها حياة الإنسان، بداية من علاقة الإنسان بنفسه إلى علاقته بالآخرين، ومن واقع الخبرة العملية مع الشكاوى النفسية التي تعرض يوميا على الكاتب، بالإضافة إلى خبرته العلمية والحياتية، استطاع أن يضع خلاصة تلك الخبرة في كتاب لتوضح وتبسط العلاقات بشكل أكبر، ويكشف عن طريقة تعامل الإنسان مع تلك العقبات ويضع الحلول لتجاوزها. العلاقة بين البشر هي الأعقد والأصعب والأخطر، ورغم أنها أحد أسباب السعادة والبهجة وحب الحياة، إلا أنها أيضاً أهم مصدر للألم والتعاسة. أعزائي المشاهدين، ما الكتب إلا رحلة تأخذنا من دنيانا لتلقي بنا في أمكنة وأزمنة أخرى، رحلة قد تكون ممتعة أو مرهقة أو كلتيهما معاً، وقد تكون سهلة ومألوفة حد الملل، رحلة قد نندم أننا خضناها وقد نكررها مرات ومرات، لكونها في كل مرة تفتح لنا أبوابا جديدة لم نلتفت إليها من قبل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل في لقاء جديد، في أمان الله.